هذه القصيدة دوسرية تنخى جارها الشيخ ابن فجعان وشيوخ قحطان. الاستفسار من أهل الشان على جوال رقم 0500-329-756. بطلبكم برب لجاه تلبون وتكفون يا رجال قحطان سوية تكفون يا قحطان تكفون تكفون لبطل جارتكم الدسرية. أول كلام يا الخالق الكون عليه يسهل كل عسر بلية ثم ازهر شيوخ حطان يقومون يا أهل الشجاعة والسطر والحمية بذهب حباب الحد وباقول تكفى تكفى يا من فجعان زبد الولي قصيرتك تنخك يا من تدندن كلمة سبلة وقرمة يا من خوية بنخ عبد الرحمن ابن عوير تكون شيخ الشيوخ باليمين الندية واهل المعرفة والظلام دم مركون لا يذل الله يا ذراي كل ما فاض يا راعي الوقفة كل هيا وراعي الكرم والجود والناس يطرون تكفى يرحم مشكع لسنينك مدية بس همني عاطف وما يقول تكفى تكفى يا من هم ونحل الدعية مذهب عبيدة يا لشبلة تكفى تكفى يا من شري وحل البغية بطلبكم برب لجاه تلبى تكفون يا رجالك حطان سوية تكفون يا والطلب تسهل عليكم اتون هذي الولد في كليات خلد العسكرية من كل ومالات الدهار صرت بحزن واخوانه صار ويقلوا علي وهموم قلبي كل يوم يزيد من هموم القوية ولا من تريد وسر ما يهاب شجعان واهين النساء والحمية ولا من تريد